يعني نقدر نقول عندنا الجول اهو يا كابتن شريف ان شاء الله ببطن رجل. ادي علي معلول بيلعبها لقفشه وقفشه جاي من ورا. بص شايف نيته اهي بطن الرجل. بقول لك هو ممكن انت واخد كلمه بص انت واخد كلمه وش رجل. انا بتكلم اهي اهو بص بطن الرجل. عليك بقى راجل خلاص والله العظيم بطن رجله باينه جدا. بقول لحضرتك مصر كلها تمام 110 مليون قلب. عارف انت غليت فيها حضرتك بطن رجله حضرتك. عارف يا كابتن ايمن الصباع الكبير ده هو شايطه بالصباع الكبير. كابتن مش عايزين خلاص رهان. فهمت ازاي انا؟ لو سمحت مش عايزين رهان خلاص لو سمحت. مش عايزين رهان نزل. ففي الصباع الكبير ده يا كابتن اللي بيعتبر جزء من وش الرجل هو اللي بعت الكره دي بقوه. مش بقى بطن الرجل من ورا من نص رجله. ايوه دي من نص رجله. ايوه دي من نص رجله. ثبت لنا بعد ما تطلع الكره من رجله على طول. بص ثبت بطن رجله ازاي. الحق اهي بطن رجله اهي. اسمع اسمع يا نجم عمل ايه. ايه حول من الوش الرجل الى صباع الرجل دلوقتي. على طول بكره او بعد شويه ما تمشيش معاك العضمايه. لا انت قلت وش رجل. العضمايه اللي شويه. لا انت قلت وش رجل. انت قلت وش رجل خلاص. يعني قال لا لا مش عندنا. بص عادي هقول لك على ما عندناش معلومه. وش رجل او بطن رجل. انت قلت وش رجل اهو اهو. عاوز التاني. سلام يا سمير. انت جبت له كل حاجه يا سمير. من هنا فين انت شايفه هو بيجون؟ لا طبعا بس باين. قفشه اهي سمير تاني. اهي بطن رجل باينه قوي. طب نسال الناس. يا رب تطلع بطن رجل وريحها. المهم دخل الجول. الموضوع بقى خلاص. المهم دخل الجول خلاص. نسال الناس هنا الناس اللي قاعدين بره. ماشي ماشي ماشي. انت اسود والله بطن كابتن هاني.